الرسمة اللي كل طفل تأثر في الحرب. بدون الرصاصة زهر الورد لأي طفل. رسم دبابة، شفت الدبابة وشفت العساكر ومع الكان مسافرين ماشيين كوستي. يلا برضو حصل شكل بابا الشاطلة وحتى نجينا مدني هنا. قالوا كان من أول يوم احنا كان نايمين سمعنا الضربة صحيح وقعت في مدانة بس سارة وإسرار. خليت أصحابي قاعدين في الخرطوم، ناس أمنية وفريدة وفطومة. ما فقد إيسي بس فقد كدستي وكتابي، فقد حاجات كثيرة ألعابي وحاجاتي وبناتي أنا ألعب بيها. جايين في الطريق لقينا ناس، أنا عندي عمي هناك برضو ضربه الله يرحمه. نفس الحرف تجيب حتى ما مشينا كملنا طريقنا الريحة أبت تزحفنا على الريح، الريحة كان عفن. عاوزة أرجع بيتنا.